إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآية بتقول إن ربنا عرض الأمانة، والأمانة هي حرية الإرادة، وإن الإنسان يكون مخير مش مسير، مخير يستطيع الاختيار بين الصح والغلط وبين الحق والباطل. فربنا بيقول إنه عرض الأوبشن ده، عرض الأمانة دي على السماوات يعني كل ما في السماوات من مخلوقات، والأرض يعني كل ما في الأرض من مخلوقات، قرود، بقر، أسود، ثعالب، كل ده اتعرض عليه، والجبال ها، فرفضوا حمل الأمانة فأبين أن يحملنها. رفضوا مش عصيان، لا، ده لأنهم مقدرين خطورة هذه الأمانة، مقدرين وأشفقنا منها، خافوا من خطورة المسؤولية. ما هو الإنسان، ما هو اللي هيقبل الأمانة دي إنه يبقى قادر على الاختيار يبقى مسؤول وهيسأل عن اختياراته، هو مش عايزين يسألوا عن اختياراته. الإنسان بقى هو اللي شال المسؤولية على كتفه وقابل إنه يبقى مسؤول، يعني ربنا يسأله عن حرية الإرادة وعن اختياراته، لأن عنده عقل بيعقل وجاله وحي هيدله وهيرشده، إذا لازم يسأل. أمال يعني يختار الغلط ويتساب؟ لا، ده في وحي ينزل له وفي عقل عنده لابد يسأل. إنه كان ظلوما جهولا، الإنسان ظلم نفسه ظلم كبير لأنه مش عارف هو وقع نفسه في إيه بعد ما قبل المسؤولية دي. تمام؟ طيب تعال بقى، في ناس بتفهم الكلام ده حرفيا، الكلمة زي ما اتقالت كده بالظبط، ربنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال يبقى عرضها، ما دام قال كده يبقى عرضها، وقال إنهم رفضوها يبقى رفضوها، ما دام قال كده يبقى رفضوها، وقال إنهم أشفقنا منها يعني خافوا من حمل الأمانة، فعلا الجبال شعرت بالخوف من جوه، يبقى السماوات والأرض والجبال خافوا فعلا. دي كارثة إن حد يفهم بالشكل ده. هذا التناول الحرفي لنصوص القرآن والسنة بيؤدي إلى كارثة. مش بتسمع أحيانا أن فلان كان متدين جدا وحافظ القرآن كله وألحد؟ ألحد ليه؟ عشان بيفهم بالشكل ده، بالشكل الحرفي ده. اللي بياخد النصوص بشكل حرفي بيبقى خطوة بينه وبين ترك الدين. القرآن والسنة يا جماعة باللغة العربية، يعني بيخضعوا لقواعد اللغة العربية. قواعد اللغة العربية مش نحو وصرف بس، لا، بلاغة أيضا. في شيء في اللغة اسمه الاستعارة والتمثيل والمجاز والكناية. ربنا يريد أن يقول إن الإنسان هو المخلوق الوحيد المؤهل لحمل الأمانة، عشان طبيعة خلقته كده، عشان عنده عقل بيفكر بيه. والأمانة هي خلافة الله في الأرض اللي بتتطلب صفات مثل القدرة على الاختيار بين الحق والباطل وحرية الاختيار. فربنا يريد أن يقول إنه لا يوجد شيء آخر في الكون كله يصلح لهذه الأمانة. اسمه كده في البلاغة استعارة تمثيلية. ربنا حول فيها السماء والأرض والجبال لممثلين قدامك في تمثيلية، بيفهموا وبيتكلموا واتعرض عليهم الأمانة ورفضوها لأنهم خافوا منها، كناية عن عدم صلاحية أي مخلوق آخر لحمل الأمانة. بس كده. ما دي للأسف نفس العقلية اللي بتقولك التمثيل حرام. ليه التمثيل حرام؟ لك كده عشان فيه كذب. حتى لو كان تمثيل الأفلام كويسة، وحتى لو كانت التمثيليات دينية، حرام. ليه؟ لأن الممثل اسمه رشدي أباظة وكذب وقال للناس أنا اسمي طارق. كذاب يا عم، كذاب ايه؟ ده تمثيل. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ده اسمه تمثيل عشان تقرب المعنى من ذهن المشاهد. هذه الطريقة في التفكير مدمرة، بتدمر البني آدم وتدمر الأمة.